بص هقول لكم كده سريعا المانيو ايه، بعد كده بقى ناخد واحده واحده بالراحه. يلا. اول حاجه هيبقى معانا السموك سالمون سالاد، سهله جدا، خس او جرجير، بصل نفركه بسماق، وطماطم مجففه، وبس كده. هنزود بس عليها شويه سموك سالمون وخلاص. الدريسنج سهل قوي، ماسترد وزعتر وعسل وليمون وخل وزيت زيتون وملح وفلفل، نقلبهم كويس قوي 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 وجاهزين معانا. بعد كده عندنا الجريلد فيجيتابلز، خضار مشوي، طريقته سهله جدا. هنقطع اي خضار مشوي بنحبه، انا اخترت الكوسه وفلفل الوان ومشرومز وبصل، هنقطعهم نحطهم كلهم على بعض، وهنتبلهم بزيت زيتون وبهارات الباربيكيو اللي هي بتبقى روزماري، براون شوجر واللي هو سكر بني، وتوم وبصل باودر وبابريكا. بس كده هنقلبهم مع بعض كويس قوي وندخلهم الفرن. اول ما يبتدوا يستووا ويتحرقوا كده شويه اللي هو مايارد رياكشن، هنطلعهم من الفرن وهنعمل لهم دريسنج سهل جدا، سويت اند ساور. برده ده بقى بيبقى فيه ميكس ما بين كرفس باودر وتوم وبصل باودر، وهيبقى معانا كمان خل وليمون وشويه زيت. الزيت استخدمت الزيت بتاع السان دراي توميتوز عشان يديله طعم احلى، كان لذيذ جدا جدا جدا. بعد كده بقى المين ديش هيبقى عندنا سالمون فيليه في الصوص الكريم صوص وليمون. سالمون فيليه سهل قوي، الاول في زبده هنبتدي نشوح السالمون، بعد كده هنشيله في نفس المكان عشان ياخد كل الفليفر من بعض. هنحط زبده وتوم، وبعد كده نحط شويه مرقه وشويه كريمه، نسيبها اول ما تبتدي تتقل شويه، هنزود ملح وفلفل وشويه عصير ليمون صغير، بعدين نرجع السالمون فيها. بس كده ماش بوتيتو سهل قوي. زي ما اتفقنا قبل كده البطاطس لما بنيجي نسلقها بنسلقها في ميه درجه حراره الاوضه عشان تسخن وتستوي بالتساوي، فتبقى فيري كريمي كده وكانها زبده، فهنسلقها. بعد كده هنصفيها، هنزود لها زبده وكريمه وملح وفلفل ونقلبها على بعض وبتبقى جاهزه. هي بقى عندنا حاجة لذيذة قوي قوي قوي، هو ميكس ما بين يعني مش تبقوا عارفين كده انتوا بتشربوا عصير فراولة ولا ميلك شيك فراولة ولا الغريب المريب، حاجة كده داخلة في بعض كده لذيذة قوي. هو بيبقى فراولة فروزن، وبنحط عليها ايس كريم فراولة وشوية لبن وشوية سكر، بنضربها مع بعض وبتبقى جاهزة. عايز اقول لك درجة البينك بتاعته اصلا مغرية لذيذة قوي جدا.